زمان كان بيضايقني، بس فهمت ان كل الناس المبسوطه مني بيقولوه واللي متضايق مني بيقولوا، فاختلط الحبل بالنابل زي ما بيتقال. يعني زمان كان بيضايقني بس بدا الموضوع يبقى هزار لدرجه ان ولادي كمان بيقولوه لي ساعات حاجات كتير جدا او يكتبوا ويهزروا بالموضوع ده، فبقاش يضايقني. برضو يعني عندي ابني دمه خفيف، ساعات بيكتب ان الراجل ده انا بشوفه اكتر من ابويا في البيت وحاجات يعني، فده لا بالعكس مبقاش يضايقني خالص، ودايما بضعف انا والجمهور او انا والناس بنهزر مع بعض في الموضوع دوت. يعني مسؤوليه عظيمه ومسؤوليه جميله جدا ان الواحد يبقى زي ما قلت لحضرتك ان الناس تطلب منه تصور معاه وكل الكلام ده. انا بس بعتذر لاي حد في الدنيا ممكن يكون اعتذرت له في يوم عشان مثلا عاوز يصور معايا في شارع، فلو صورت معاه ففي ناس يعني الميعاد هيضيع مثلا او الشغل هيضيع وكل الكلام ده، لكن ثلاثه بالله العظيم انا بفرح جدا وبسعد جدا وكاني لاول مره حد يصور معايا، شرف عظيم ونعمه من ربنا. حب الناس دي نعمه من ربنا. اما عن الجزء الاولاني من سؤالك بتاعت الناس متعودين انك كوميديان فلازم تبقى بتضحك وكل الكلام ده، انا ربنا منحني شكل الجد اصلا، انا شكل جد وكل الكلام ده، حتى في بيتي انا جد، وحتى لما بيحسدوا مراتي ولا الكلام ده يقولوا لها ده زمانه بقى مضحكك في البيت، فتقعد تقول لي تعالوا جربوا وشوفوا البتاع. فناس كتير جدا تقابلني في اي حته وانا ماشي بتاعي يقولوا انت مكشر ليه؟ انا وانا ماشي ببقى جد. ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد، نحمد ربنا عز وجل. الحمد لازم يبقى حقيقي. في بني آدم يبقى واقف تعبان شوية فيقول أنا يا رب أنا تعبان، فحد يقول له أحمد ربنا يقول له يا سيدي أنا بحمده. أنت بتحمدوش حضرتك، أنت حضرتك كده دلوقتي في اللحظة دي أنت كده ما بتحمدوش، أنت بتشتكي. فالحق يعني انك تحمد ربنا في السراء والضراء ده انك تحمد ربنا وانت مبتسم وانت راضي وانت قابل، لان كلنا عندنا مثل عظيم كده اللي يشوف بلوت غيره تقول عليه بلوت، او اللي يشوف معرفش كذا تقول عليه كذا، تمام. فانا الرضا كان جاي لي من اني بعمل حاجه انا بحبها، عشان كده كنت بقول من وانا صغير كنت بحسد الممثلين ولعيبه الكوره انهم بيعملوا حاجه بيحبوها او هوايتهم ويعتقدوا عنها اجرا، تمام. ومن بعد شويه تتحول لاكل عيشهم، بقت شغلانتهم. فده انا شايف انه شيء عظيم، ده منحه من ربنا سبحانه وتعالى، انك لان زي ما بقول لحضرتك ان في ناس كتير جدا بتشتغل شغلانه ما بيحبوهاش. انا كنت بلعب كوره في الشارع واتضرب من ابويا يوميا. فتخيلي واحد بيلعب كوره ويتشهر وياخد اجر، او واحد يمثل ويتشهر وياخد اجر. فدي اللي بقول الحاجه جميله من ربنا سبحانه وتعالى انك تعمل الهوايه بتاعتك. عشان كده انا قعدت ما لا يقل عن 11 12 سنه امثل مسرح هو دون ان اتقاضى جنيها واحد ولا مليم، وكنت فاتح بيت وكنت متزوج وكنت مخلف وما فيش جنيه، بس انا مستمتع للجمهور اللي بيخرج برضو يقف يتكلم معانا. ما كانش في موبايلات ساعتها عشان نتصور وكل الكلام ده، يتكلم معانا ويشكرنا وانت كنت كويس قوي وما اعرفش ايه. لما بقى في موبايلات يقفوا يصوروا معانا وكل الكلام ده على مستوى الهواء. وبعدين دخلت مركز الابداع الفني الحمد لله، وكان عندنا جمهور عظيم في مركز الابداع الفني، وكانوا بيتابعنا وبيستنونا بره لغايه ما نخلص العرض ويصوروا معانا ويثنوا علينا يعني، ويبقوا مبسوطين معانا كل الكلام ده. فانا كنت راضي بالموضوع ده جدا. بصي انا رغم اني بحب الموسيقى الصاخبه والالات النحاسيه في المزيكا وكل الكلام ده، بس انا مش ميال للمهرجانات قوي، مش انا اسف هقول بلغه شباب مش واكله معايا قوي. انا ما عنديش مانع خالص، انا بعشق الله يرحمه حسن الله اسمر، بعشق عدويه، بعشق محمد رشدي، بعشق محمود الليسي، بعشق اوكا اورتيجا. اكتشفت ان عندهم استوديو فنانين وبيلحنوا وجامدين جدا. ما سمعتش حمو بيكا لغايه دلوقتي عشان احكم عليه، ما سمعتوش في حاجه على بعضها يعني عشان ما بقاش ظلمه. سمعت طبعا الاغنيه اللي مكسره الدنيا بتاعت حسن شاكوش وعمر كمال اسمه، عجبتني حقيقه ولحنها هايل وصوتهم هايل وكل الكلام ده.